أشواق جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة شبابية بامتياز. الخبر من قلب الحد. كنا نطالبوا مع شي محسنين على الدري وانا نديروا له التعويض، ولا كان شي محسن يتهور بها الدري راه مريض يديروا لينا حسابي الله حاجر مع الله، وحنا ما في حالناش رانا طالب معاشو، ولا كان شي حاجه اول مره من زاد بحال هكايا صافي ما عرفنا الحاله ديالو حتى دار 9 شهور. انا كندير ليه التصويت مرات ندير ليه التصويت في الخدمه مابقاش كنبغي ندير التصويت حقاش ولا كيف ديال النافع. دابا انا مكرهتش شي طبيب وشنو حيت انا دابا حاليا ما عرفتش الحاله ديالتو، انا صغيره والراجل ديالي ما كانش خدام سميتو ما لقيتش لي يعاونني عليه وما لقيتش لي اللي يكون فهمتي اللي يكون معايا. دابا انا مكرهتش شي جمعيه ولا شي حاجه تعاوننا عليه ولا شي طبيب خليها الوالدة ديالي، ولكن الدري دابا انا عييت مع الدري مع اليقوش ومع الحليب وداكشي، ومسكين وما كياكلش مع الترويض وما داكشي، ما كرهتش شي محسن اللي عاوني عليه نديرو ليه الترويض في سبيل الله، إذا درت أنا شي حاجة في سبيل الله ولا دارت محسن شي حاجة في سبيل الله. كاين جوج دريات وجوج دراري، هذا هو الرابع في الدراري هو اللي معايا، وأنا هو المعايا. ما كيقرا ما كيجلس ما كيشوف ما كيجلس ما تشوف الحال ديالو، والماكله ما كياكلش ماكله بعد مرات كيقطع الماكله 15 يوم سيمانه عاد كياكل ماشي ياكل.